شاهدينا دلوقتي خلينا نروح لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين ومباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستضيف مركز الحضارة والإبداع متحف الطفل احتفالية ساعة الأرض من الساعة 4 ولحد الساعة 9 بالليل. النهاردة كمان هتستكمل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وهتكون الجماهير على موعد مع مباراة قوية هتجمع ما بين فيوتشر وطلائع الجيش الساعة 10 لربع بالليل. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية هيكون معادهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، أهمها مباراة منتخب أسبانيا مع منتخب النرويج الساعة 9 إلا ربع. وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب ويلز ومنتخب سويسرا مع منتخب بيلاروسيا.